تفاجأنا بعد 3 سنين وقت اجى موعد تخرجنا انه سلمونا شهادات فارغه وفاضيه. وبمتابعه لقضيه زاهي نوح يلي قصدنا ليطالب المعنيين بالجامعه اللبنانيه بكليه الاعلام وين الشهاده؟ تسليم شهاداتهم اللي صار لهم سنين ما حصلوا عليها. هل هو فساد انه اذا ما بندفع مصاري ما بيطلع لنا شهاده؟ هل انه في كوميسيون على عمليه التخرج؟ ممكن يكون حق لو اجوا هني قدموا طلب. مش مزبوط ان احنا ما تقدمنا بطلب، وانا معي اخر طلب قدمته بنيسان 2012. نحن عملنا حفل تخرج للذين هم في الموجودين في الكليه. اليوم بعد 10 سنين يلي صار عم بيعلم، يلي صار في عنده اولاد، يلي صار مسافر، هيدا عم تطلب منه يجي على حفل تخرج والا ما بيطلع له شهاده. عرضنا اذا في مبلغ من المال نحن مستعدين نتكفل فيه، كان الجواب انه ما في بادجت لنطبع الشهادات، عم نشوف بركي مطبعه الجيش. هل المشكله مثل ما عم نفهم انه ما في مصاري لطباعه الشهادات؟ لا مش مضبوط الحكي ابدا. مش الافاده اللي بتخول الواحد يمارس عمله ان كان بالطب او بالحقوق او بالاعلام او باي اختصاص اخر. الجامعات برات لبنان ما بتقبل الطلاب الا ما يكون معهم شهاده، يعني ما بتقبل بالافاده اللي انتم عم تعطون اياها. مين قال لك هيك؟ بنطر منك جواب ايمتى؟ تنعين وتطالع. انت خريج اعلام ونحن خريجين اعلام، هيدي القصه هي قصتنا. وصيتتنا كارول، وبعد بس الحلقه اتصلت بعميد كليه الاعلام الاستاذ جورج كلاس لتحصل على موعد وتطلعوا على تطورات هالقضيه، ولكنه رفض يستقبلها وما اظهر اي نيه للمساعده. عندها قررت كارول مباشره التوجه عند رئيس الجامعه اللبنانيه الدكتور عدنان السيد حسين، واجتمعت معه بلا كاميرا بناء طبعا على طلبه. والنتيجه كانت انه الرئيس كان عنده اعاز لمدير كليه الاعلام الفرع الثاني ابراهيم شاكر بانه يمضي ويسلم الشهادات للطلاب. فتاملنا خير، ولكن خيبه امل كانت ورا الباب. بما انه هالامر ما تم، رجعت كارول وبإصرار لعند رئيس الجامعة، وكان الصوت هالمرة أعلى وجازم أكثر. ومثل أول مرة الرئيس ما سفهنا وأطلق أمر صارم بتسليم التلاميذ شهاداته. وبعد هالاجتماع بأسبوع اتصلت كارول بضيفنا واجتمعت معه ليطلعها على يلي صار. بعد متابعتكم للموضوع مشكورين. ظاهر أنه بلشوا يتحركوا وطلبوا من الطلاب يطلع قدموا طلبات، فبلغنا الطلاب طلعوا قدموا طلباتهم بدون ما نحضر حفل التخرج. هذا كانت اهم نقطه، انه ما ننزل على حفل التخرج، ما يلزموا العالم اللي مسافره ترجع تجي. صار لها فعليا 7-8 سنين نحن عم نجرجل بس بهذا الموضوع بشهادتنا يلي هو حق مكتسب. هلا رايحه الامور لايجابيه مطلقه. اخر هذا الشهر خاتمه الاحزان مثل ما بيقولوا، على وشكم وبفضلكم نكون حلينا هذه الدايلاما. زفان وصلتنا كارول وكل فريق على الأكيد فخورين بحل هالقضية، ومنتمنى كل التوفيق والنجاح لكل طلاب الجامعة اللبنانية كلية الأعلام.